طيب ما نعرفهم خطوة خطوة. ليه لما الإنسان يزيد جسمه بيفضل ينهج؟ بس دلوقتي بالتفصيل بقى اللي هو الايه باللغة العامية. بص حضرتك، القلب بيضخ 5.5 لتر يوميا. في الستات الحوامل، السيدات الحوامل بيضخ من 7 ل 7.5 لتر يوميا. ده في الجسم الطبيعي اللي هو من 80 ل 90 كيلو أوكي. على حسب طول المريض وعلى حسب وزنه. ماشي. لما الوزن بيزيد عن الحجم الطبيعي مطالب من القلب اللي بيضخ 5 لتر يضخ نفس ال 5 لتر لنفس الجسم الكبير. فبالتالي الدم بيوصل قليل للمخ، الدم بيوصل قليل للعضلات، الدم بيوصل قليل للكبد، الدم بيوصل قليل لاطراف الجلد حتى. هو يبدا يشتكي ان انا عندي نهجان، بقى عندي تعب، بقى عندي ارق، ما بقتش انام كويس زي الاول. بس هو مش رابط ان ده مجهود، كل ده تحميل على القلب. هو مش فاهم ان ده كله انت محمل على قلبك وانت مش واخد بالك، والقلب هو بيقوم بوظيفته العاديه بس خلاص، يعني جسمك عايز زياده عن الوظيفه العاديه. مازال القلب حجمه صغير والجسم هو اللي عمال يكبر 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 حواليه. حلو. فلما بنيجي نعمل جراحات لجسم كبير وتيجي تفتحي وتشوفي القلب، تلاقي القلب حجمه صغير مقارنه بالجسم الكبير. عشان كده مش كل المرضى نقدر نعمل لهم العمليات ونغير صمامات القلب مقاسات صغيره زي المعتاده، لان المفروض الصمام اللي حجمه صغير ما ينفعش يتحط لجسم حجمه كبير. فمقارنه بالجسم بيتحط صمامات القلب تتغير في الجراحه. معلش سؤال ساذج يعني، خدني على قد عقلي. ايه اللي بيصغر القلب وايه اللي بيكبر القلب؟ حضرتك بتقول في تمارين يعني. لا، القلب عضله، بتكلم عضله. لو حضرتك بدات تجري كل يوم نص ساعه. حلو. ايوه، العضله دي بتكبر. يعني انا معنى ان انا بعمل تمارين انا مش بكبر عضلات جسمي واعمل عضلات والناس دي او اخلي جسمي صحي، لا انا كمان يعني بكبر عضله القلب، يعني بالزبط. بساعدها ان هي تكون صحيه اكتر. اي حد بيروح يمارس الرياضه او يلعب في جيم، قبل ما يبدا يخش على الالات الثقيله، الكوتش بتاعه المدرب بتاعه يقول لا انا عايزك تجري على التريدميل الاول ربع ساعه. صح، ده ربع صح. ساعة. ليه؟ عشان اكبر حجم عضله القلب، ما يبقاش الجسم عندي جسم كبير منفوخ عضلات والقلب حجمه صغير جوايا.